السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل كباب بالطاوة. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 0.5 كيلو غرام لحم مثروم ويا شوية دهن يعني شحم، وضفت له 1 حبة بصل مثروم ناعم، هذا مثل ما تشوفوه ثرمته بمحضرة الطعام أو بأي مثرامة عندكم يعني تثرم ناعم. هنا ضفت له 1 حبة طماطة مبروشه، وهاي حسب الرغبه، بس هو يطيليونه وطعم طيب. هنا رشه كمون، طبعا هاي الخلطه انا دائما اسويها بالبيت، ورشه فلفل اسود، 1 ملعقه شاي كاري. اذا ما تحبون تحطون بهارات ممكن، بس تعجنون لحم وبصل وطحين وملح ممكن، وتقلوها هم تصير طيبه. هنا ضفت 1 ملعقه اكل ملح ممسوحه يعني. هنا ضفت 1/4 كوب طحين وعجنت عجن جيد، راح اخليه انا بالثلاجة الى وقت الفطور يصير اطيب. اذا تحضروه مثلا الصبح وتخلوه بالثلاجة للفطور يصير طعمه يصير اطيب، مثل اللي يتخمر احنا نقول، هو ما بيه خمرة بس يعني يتجانس اللي المواد البي تتجانس وتطلع طعم طيب. وهنا انا لكلكته بهالصورة مثل ما شفتوني. تابعوني على تطبيق امينو بروفايل اراكي فود كي، وقريب الفطور بدي اتقلي وصار بهالصورة شوفوا. وراح اقدمه ويا الزلاطه والليمون، وهذا شكله النهائي. جربوه ان شاء الله يعجبكم، والف عافيه. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، تشتركون بالقناه اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقيه.